توقفت الحركة بشكل كامل في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والسبب بطة صغيرة. هذه البطة ضلت طريقها إلى أحد الشوارع المزدحمة في لوس أنجلوس، فانتبهت لها سائقة سيارة. توقفت للإمساك بها لئلا تسحقها عجلات السيارات المسرعة. يظهر الفيديو الذي تبادله متصفحو فيسبوك توقف حركة السير بشكل كامل في الشارع بعد انضمام سائقين آخرين إلى مهمة الإمساك بالبطة الصغيرة. يشار إلى أن لوس أنجلوس تعد من بين أكثر المدن ازدحاما بحركة البط ولا حركة المرور في العالم. طبعا في العالم.